بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على طريق الحوار. ضمن مصفوفة الحوار الوطني وعلى طاولته وضع ملف معايير النزاهة والحكم الرشيد للخروج بحل متكامل لمشكلة انعدام النزاهة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد. ورغم اتساع هامش الحرية التي أحدثته ثورة التغيير وارتفاع سقف الطموح الشعبي بالتغيير المنشود، إلا أن الجهات التي المعنية والتي تملك صلاحيات كبيرة اكتفت على ما يبدو بالوقوف في صفوف المتفرجين واختزلت دورها في مهام الرصد. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، مجلس النواب، نيابة الأموال العامة، والحبل على الجرار. مسميات كثيرة لم تستطع أن تنتزع اليمن من مستنقع الفساد كما يرى البعض. ولذلك كانت حلقة اليوم من برنامج على طريق الحوار بعنوان ضمن معايير الحكم الرشيد الفساد ومكافحته. ويسرني أن أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو. أبدأ الترحيب بالأستاذ أحمد عبد الرحمن قرحش، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني في الهيئة. مرحبا بك أستاذ أحمد. كما أرحب أيضا بالمحامي مهدي تارة، رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد. مرحبا بك. شكرا. حياكم الله جميعا، وسعيد أن تكونوا معنا في برنامج على طريق الحوار، لأن أهم ما يعيق الحوار اليوم ربما الفساد المنتشر هنا وهناك. لو أبدأ معك أستاذ أحمد، أنت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني بالهيئة. نريد منك أن تعطينا معلومات عن الفساد تعكس حجم الفساد أكثر مما يقال في الصحف والمجلات اليوم. شكرا كثيرا على هذه الاستضافة، وفي هذه المناسبة والحديث عن الفساد حقيقة هو كبير وواسع، وفي مقدمتك يعني قلت ما يمكن أن لا نعقب عليه أكثر، ولكن بما إننا قد حضرنا إلى هنا لابد أن نتحدث عن هذه الظاهرة. وبالطبع ومن مركز المسؤولية وطبعا ومن مركز المسؤولية وتحملها أيضا. نعم. وإذا كنا اليوم قد حضرنا إلى هذا المكان في هذه المناسبة وشعبنا اليمني يحتفل اليوم بعيده 45 لاستقلال جنوب الوطن، وفي خضم هذه الأحداث أيضا التي تدور، فإنني أهنئكم أولا كل طاقم السهيل، وأهني أيضا المشاهدين الذين طبعا قد ينظرون إلى حديثي اليوم بأكثر من عين وأكثر من رؤية، ولكن أنا أعتقد أنني سأتحدث صادقا وبدون أي مواربة أو مجاملة أو خوف من أي شيء. ظاهرة الفساد في اليمن كبيرة جدا، وجاء تشكيل الهيئة الوطنية يعني قبل 5 أعوام على أساس أن تؤدي هذه المهمة وهي مكافحة الفساد. ولا أستطيع أن أجزم بأننا نجحنا نجاحا كاملا في مكافحة هذه الظاهرة اليمنية بالدرجة الأولى، والعالمية أيضا موجود الفساد في كثير من البلدان، لكن في اليمن كان الفساد أكثر سطوة وأكثر وجودا في كل مراكز الدولة في البلد. وأعتقد من أن ما طرأ في عام 2011 كانت
كان الفساد أحد الأسباب الذي أدى إلى هذا الحال، وجعل الشباب يخرجون بالساحات من أجل التغيير. طبعا خرج الشباب، خرج الشباب، خرج. لو تحدثنا. على كل حال لا أستطيع أن أتحدث عن الـ يعني عن الـ عن حجم الفساد وأينه، لكن أقول إن الهيئة خاضت غمار البحث حول هذا الموضوع في أكثر من تقريبا 300 قضية كبيرة، وحققت في كثير منها وتقريبا فوق 40 أو فوق 45 قضية كان فيها نجاحا، سواء عن طريق المحاكم أو عن استرداد أموال أو إيقاف قضية. 45 من 300 قضية يعني طبعا نجاح؟ لأنه في قضايا كثيرا يشوبها كثير، بعضها فيها كيدية، بعضها ما تتوفر فيها المعايير. أنت وصفت أن هذه القضايا قضايا كبيرة، طبعا بقول فيها قضايا. ما معنى كبيرة؟ لا فيها قضايا كبيرة. فيها بمعنى ماذا كبيرة؟ يعني مثلا فيها أموال تتجاوز المليارات في بعض الحالات، ملايين الدولارات، قضايا كانت طبعا مهيئة إلى أن تدخل في قضية فساد أو في قضية يعني قضية قد تكون فيها استغلال، فيها رشاوى، فيها يعني استيلاء على أموال عامة كبيرة. نجحتم في واحدة من القضايا الكبيرة ضمن الخمسة والأربعين التي وضعت؟ كثير 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 من القضايا، وأتمنى أنكم لو فتحتوا الانترنت أو موقع الهيئة ستجدون كل ما هو ما تم يعني التصدي له والحكم فيه أو منعه أو يعني قبل. أستاذ أحمد، نحن فتحنا الموقع ولاحظنا، لكن يعني كلهم ما دون وزير حقيقة، نادرا بل بالأقل من النادر. الأمر الآخر يعني ما زال غول الفساد مستشري. طيب اعذرني، اسمح لي أن أشارك معي الأستاذ مهدي. ممكن أرد على هذا السؤال قبل أن بالنسبة لأني من وزير فما دون أو فما دون الوزير؟ لا، الحقيقة فعلا القانون هو إحدى العقبات التي تقف أمام الهيئة، وسنأتي إليه. كان يقيد عملكم القانون. طبعا سنأتي إلى هذه النقطة وسنترك لك مجال لتوضح أكثر. طيب شكرا. تفضل أستاذ المحامي مهدي تارة. ولدت الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، استبشر الناس خيرا بهذا المولود الذي سيساهم في حل مشكلات الفساد المستعصية والتي قامت الثورة أيضا من أجل اجتثاثه. ما الذي تستطيع أن تقول أنه قامت به الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد اليوم من أجل مكافحة الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر قناة سهيل، القناة الثورية، على الجهد الرائع والمتميز من أجل اليمن، لا من أجل الإعلام. وكما أهنئكم بالمناسبة، ونحن في هذه الأيام نحتفل بمرور 48 عاما على رحيل آخر 45 عاما على رحيل آخر جندي مستعمر من جنوب الوطن الحبيب، وأنقل تحياتي لكل أبناء الشعب اليمني والثوار والأخوات الحرائر في الساحات. وندخل في موضوع. وحقيقة أعلق على ما أوردته وسردت في بداية حديثك، فذكرت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذكرنا الهيئة الشعبية. أيوة. ونحن حقيقة نحن نشعر بأنها هيئة تهم الشعب أيضا، احنا وعليها مسؤولية. نحن هيئة ونعتز، نحن هيئة مكون ثوري
من الساحة الثورية من جميل. رحم الثورة. ونحن نفتخر بهذا ونحن عازمين وشادين الخطى بإذن الله. طيب المحامي مهدي، ربما أول شيء تبدأون به هي عملية رصد قضايا فساد وما حول هذا، حتى أيضا تمشون في مكافحة الفساد. منذ أن نشأت الهيئة إلى اليوم ما الذي حدث؟ إحنا حقيقة حجم الفساد كبير جدا، أكبر مما تتصور. يعني فساد في التعليم، فساد في الصحة، فساد في المؤسسة العسكرية، فساد في المؤسسة الأمنية، فساد في القضاء، فساد في المؤسسات التشريعية. لا يكاد يوجد شيء في اليمن إلا وهو مغل في الفساد. الفساد في اليمن يعني من خلال دراستنا وملاحظتنا الذي يعني خلال هذه الفترة من منذ إنشاء الهيئة، وجدنا أن الفساد في اليمن ممنهج وبشكل مؤسسي. كان الفساد يمارس في ظل النظام، يعني الفساد هو موجود في كل الدنيا، لكن عندنا في اليمن وصل إلى درجة أنه محمي بحماية القانون وبحماية الدولة وبحماية يعني القرارات التشريعية والقوانين يعني تصدر من أجل حماية الفساد والمفسدين. جميل. فتحصل الفاسد يفسد وهو يعني مستظل بحماية القانون. طيب. فلا تستطيع أن تصل إليه لأنه هناك يعني حاجز أو مانع فيما بينك أنت وياه. فأنا بعض القوانين تمنع، بعض القوانين تمنع يعني أهل السطوة والسيطرة أيضا يمنعون. كأن الدستور اليمني يقضي بأنه لأنه أكبر فساد، يعني أبرز مظاهر الفساد هو الفساد المالي. يعني الفساد المالي هذا يترتب على كثير من الأشياء، فساد اجتماعي والفساد السياسي والفساد الأخلاق، كل هذه الأشياء تجي من الفساد المالي. وبالتالي الفساد المالي هذا كانت يعني الدستور يقول على أنه لا تجبى أي جبايات إلا بواسطة قوانين صادرة عن مجلس النواب. فمثلا تلاحظ فترة من الفترات أنه كل الوزارات أنشأت لها صناديق، صندوق النظافة، قال لك صندوق وكل هذه خارج ميزانية الدولة، وكل هذه تجبى للجيوب الخاصة بدون محاسبة بدون مراقبة. هذه الصناديق هي صناديق أيوة بقرارات إدارية خارجة عن الدستور. خارجة عن الدستور، يعني يقول لك صندوق النشأ والشباب، صندوق الثروة السمكية، يعني أنا أستغرب يعني عندما يقول لك صندوق للثروة السمكية، سمك تطلعه من البحر لا يحتاج ضمار ولا يحتاج رأس مال ولا يحتاج شيء، ويقول لك نشتري له صندوق. إيش تدي للسمك أنت؟ يعني سمك صندوق للنظافة، أيوة صندوق للنظافة، صندوق. فكل هذه كانت عبارة عن أوعية للفساد، وتعطى يعني عبارة عن منح وعطايا للمتنفذين أو للموالين أو الذي هم يعني أصحاب الحبوة في النظام السابق. طيب أستاذ مهدي، طبعا الكل مجمع على أنه ما قامت الثورة في ظل النظام السابق إلا لأسباب، ومن ضمنها الفساد الذي كاد أن يودي باليمن إلى هو كان السبب إلى دولة فاشلة كما أشارت طبعا كثير من المنظمات. السؤال الآن، نريد أن نتخطى مرحلة الماضي، والكل معترف على أن الفساد كان مستشري، حتى الذي رحل بهتافات أصحاب يعني شباب الثورة يعترف بأنه كان وغيره من الفاسدين. هل اليوم نحن بحاجة إلى مزيد من هذه المؤسسات أم تفعيل هذه المؤسسات التي تكافح الفساد، وأين دورها اليوم؟ والله حقيقة شوف، الفساد الآن لا يتوقف يعني محاربة الفساد على الهيئة فحسب، ولكن الفساد أصبح محاربته واجب مجتمعي على كل الأفراد، يعني على كل الشرفاء من أبناء اليمن، وهم كثر يعني، سواء كان في المدرسة، في قطاع الصحة، في قطاع التعليم، في قطاع في القطاع العسكري، في القطاع الأمني. فالآن أصبح الهم يعني، لأنه أحيانا تكون الهيئة أو الهيئة الشعبية أو يعني عمل مكتبي، أو يعني قد لا تستطيع أنك توصل المعلومة، أو لا تستطيع تعرف ما هو يدور في الكواليس. أو فالواجب الآن يعني على كل الناس، والناس الذي كبتوا وكانوا معذورين من في السابق أنه ما يستطيعوا يتكلموا، الآن حان الوقت، أنتم ليس لديكم عذر أن أنتم تقولوا إحنا مش قادرين نبلغ ولا قادرين نتكلم. الكل يتكلم والكل يبلغ والكل يكافح. الكل لازم يتكلم ولازم يتحمل مسؤوليته ويعرف نفسه
ويعتبر نفسه رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد بالنسبة لنا هنا. بالنسبة لكم لأنكم أيوة. هيئة شعبية. نعم. عودي للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني نفس السؤال، يعني هيئة مكافحة فساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مسمى آخر مسمى آخر، وما زال اليمن يعج 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 بالفساد. ما المطلوب اليوم؟ جهاز آخر، رابع، خامس، سادس، أم إرادة قوية؟ ومن يملك هذه الإرادة؟ الحقيقة الإرادة المفروض أن تكون عندنا قبل الآخرين. بالنسبة للإخوان عندنا كمن؟ عندنا كهيئة. كهيئة عندنا قانون واسع الصلاحيات فيه، كبير للغاية، معطينا، بس يعني في آخر لحظة لازم يعني يفعل لك كذا الذي يحجم الأداء بكاملها. مثلا لا يجوز للهيئة أن تفصح عن قضية مهما كان نوعها وحجمها إلا بعد صدور حكم قضائي بات مثلا. عجيب. لكن الصلاحيات في بقية كذا، المهم واسع كثير الصلاحيات بشكل، لكن وصلنا عند هذه النقطة وكأنك ما فعلت شيء من هذه الصلاحية. يعني صحيح يتمتع العضو ويتمتع الموظف ويتمتع ويتمتع لحق وكذا، ووجوب يعني الوجوب على كل مواطن أن يبلغ، والوجوب حمايته وكذا كثير يعني من الأشياء، لكن تصل في هذه الحالة ويقول لك من هذا الكلام. وكما تطرق الأخ مهدي عند مثلا بالنسبة لل، لا يمكن أن تتحدى يعني تستجوب أي واحد، مع أن احنا غامرنا في كثير من القضايا وحققنا مع وزراء ووكلاء ونواب إلى آخر، وكانت هي طبعا فيها تجاوزات، لكن كما قلت المسؤولية المفروض أن نتحملها نحن بالدرجة الأولى، أو نترك العمل. هذه مسؤولية فعلا، بالرغم من أنك تعرف جيدا أن إنشائها هي كانت بغرض الدعاية أو تصوير وجه الحكم وكذا، ما كانت يعني بالقصد أن احنا ندخل يعني في كل شيء، حتى في أشياء كانت تعتبر محظورة. وكيف فلان كنا ندخل، كيف قبلتم أن تكونوا أعضاء وأنتم تعلمون؟ لا احنا قبلنا، لا أن هذه الهيئة مجرد لتلميع الحكم، هم كانوا يعتبرون هذا الموضوع، لكن احنا دخلنا وأقسمنا، واحنا والله واثقين. وأقول لك أيضا أنه بالنسبة حتى لأي جانب من مستوى فوق، يعني مثلا من الرئيس أو نائبه أو مجلس النواب، حقيقة في الهيئة لم نتلقى أي اتصال أو أي مراجعة أو ابعدوا عن كذا حقيقة، لكن كان المربط حقنا احنا، لأن احنا ما نستطيع كل ما في الأمر احنا نحقق ونرسله للنيابة، النيابة هي الذي تبعثه للمحاكم. أين المربط؟ أيوة، وهناك المطب. وبالنسبة المربط أين؟ مربط، لأنه ما كانت تطلع المحاكم والنيابة، من النيابة إلى المحاكم وتربطها هناك، ما عاد تطلع خلاص، وقضايا كثيرة. هل وصلت؟ وإحنا مربوطين بأيضا، صح إحنا نتابع، لكن نقول لك عندنا وكذا، وإحنا مربوطين بالقانون أن لا نفصح عن أي قضية إلا بعد سطور حكم بات. فشفت كانت القضايا تموت في تموت. في طبعا النيابات ولا أحد النيابات يعني. هل وصلت لكم في الفترة الماضية قضايا تخص يعني القيادة السابقة؟ نعم. من رئاسة إلى لم يعني تدخل؟ لا، قضايا فساد تخصهم؟ أبدا لم تصلكم؟ لم تصلوا حتى هذه اللحظة. كنتم مقتصرين على تلقي بحسب على تلقي البلاغات أم تذهبون بحكم التحقيق؟ القانون نتلقى، يحكمكم بالتلقي، تتلقى المعلومات. أيوة. وحتى اللحظة لم تصلكم أي معلومة عن عن, عن, عن قضايا فساد تخص كبيرة؟ الرئاسة وغيرها، الرئاسة ولا رئاسة الوزراء ولا مجلس النواب، لم تصل إلى حد الآن إلى الهيئة إطلاقا، ولم يدخل أي ملف فيها. طبعا في حاجات كبيرة كانت، مثلا مثل المواني، مثل المطارات، مثل يعني هذه الأشياء، لكنها كانت بوضع بوجه آخر
ليست موجهة مثلا هذا فيها رئيس الوزراء ولا فيها رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو أبدا، فيه وزراء الذي عليهم قضايا، وطبعا تظهر في وقت الحاجة عندما يريد الزعيم كانت تصلنا، كتأديب لهم. لا كانت تصلنا حتى بدون رضا، يعني كان عندنا قضايا ونحقق فيها ونبعثها إلى النيابة، والنيابة تتابع وبعدين يقول لك احنا وصلناها لعند القاضي، بالرغم من احنا بذلنا جهد كبير جدا مع القضاء ان يخصص لنا محكمة على اساس قضايانا، على طول نبعثها الى النيابة ونبعث صورتها الى القاضي، لكن الدولة قاضي لم يطلع حكم واحد الا ما هو ضدنا. هذه المشكلة. طيب أنا أتساءل أيضا مع المحامي مهدي تارة وهو رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، الأستاذ يقول ألا أنه ساعد إليه. لا قصدي حتى بالنسبة لهم أنتم في فسحة أكثر مما نحن فيه. نعم، ولذلك أنا كنت سأضع هذا السؤال حتى تخاطبونا. عفوا، كنت سأضع أنه أنتم في فسحة أكبر، لماذا لا وتصلكم ربما الآن ملفات بشكل كبير جدا، هل بينكم وبين الهيئة العامة الهيئة العليا لمكافحة الفساد أي تعاون، خصوصا أنهم يقولون لم تصلهم أي ملفات؟ اليوم مطلوب منكم غيركم إيصال الملفات إليهم لننظر. نحن بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية أهم شيء أصحاب القضايا الكبار حمران عيون. والله نحن حقا استقبلنا قضايا وتناولنا قضايا، من ضمنها قضية خاصة بوزارة الزراعة، بذور البطاطس هذا البذور الذي استوردوها، بذور يعني فاسدة، وطرحنا الموضوع على رئيس الوزراء وعلى وزير الزراعة وعلى النائب العام. حقيقة النائب العام كان موقفه جيد، تفاعل وحل الموضوع على النيابة يعني للتحقيق. فبالنسبة للتعاون احنا يعني كما اخبرتك احنا في البدايه، بدايه الخط، ونحن بصدد يعني ترتيب الاوراق وكيفيه يعني التواصل والتعاون مع اللجنه الوطنيه. وحقيقه احنا سنعتبر رديف يعني مساعد يعني لهم باعتبار انهم يعني جهه رسميه، والمواطن البسيط اليوم يبحث سنوصل صوت المواطن وسنتابعه وسنصر على الهيئة، لابد انها وهو ينتظر. أيوة. الان سنة تقريبا من التغيير يا استاذ مهدي، اعرج فقط على ما قاله الاستاذ احمد عن تكوين اللجنة الوطنية. حقيقة تكوين اللجنة الوطنية هي كما تفضل كانت عبارة عن تجميل للنظام، وكانت عبارة عن مطلب دولي، لان محاربة الفساد أصبح هم أممي، والدول التي كانت المانحة كانت، وهذه فرضت على فرضت على النظام السابق. نحن لا نريد أن نعطي المبررات اليوم، ما هو المطلوب؟ المطلوب من الجميع، مثلا اليوم الفاسدون اليوم يتهمون غيرهم، خصوصا الذين انضموا إلى الثورة الشبابية الشعبية، ومن يمسكون بالمسؤولية اليوم في بعض الوزارات التي في وزارة حكومة الوفاق، اليوم عبر وسائلهم الإعلامية عبر صحفهم وهم غارقون في الفساد ومعلوم عنهم ذلك، يتهمون غيرهم بالفساد. يعني من الذي الشعب من يصدق الآن؟ إذا لم تتحرك الهيئات، تتحرك المنظمات، يتحرك المعنيين لكشف من هو الفاسد الحقيقي. هو حقيقة أنا أشتري أقول لك أن من خلال استقراءنا للمواطن، كل المواطنين اليمنيين هم موقنين إيقان تام على أن النظام السابق فاسد، وموقنين على أن هؤلاء الناس هم الفاسدين. هذا الأمانة يعني. طيب. هذا أقولها، كل الناس مقتنعين بهذا وكلهم يتساءلون لماذا لم يحاكم، وكلهم يتساءلون، حتى طرحهم في الإعلام الآن هو يضع أكثر من تساؤل، هم بيعرضوا أنفسهم للابتسامة الآخرين، يبتسموا عليهم ابتسامة مقيتة يعني، بحكم أنهم يتهم يرمون الناس بشيء ليس فيهم، وهم العارقين يعني. يعني رمتني بداء وانسلت أيوة. ولهذا مشتاق أقول لك، أنا أذكر مقولة لباجمع رئيس الوزراء في النظام السابق، قال الذي
لا يعتني في عهد علي عبد الله صالح عمر امه ما سيعرف لنا. يعني بمعنى ان علي عبد الله صالح كان يقول لكل واحد هذا الدكان لك وري لي رجالتك، شفت كيف؟ وبالتالي يجب ان الناس انهم يوعوا لهذه للي حاصل الان. طيب واشتي اقول انه في مسؤوليه على الاعلاميين، سأتي مسؤولية الجهات المختلفة. لكن اليوم إلى اليوم سنة كاملة، كم قدمنا من فاسدين إلى المحاكم يا أستاذ مهدي؟ لماذا لم يقدم الناس الفاسدون اليوم حتى على مستوى الفاسد الصغير؟ لماذا لا تبدأ بالفاسد الصغير إذا كان بإمكانك؟ كله فاسد بالأخير، فاسد صغير ولا فاسد كبير؟ أنا أشتي أقول لك أنه قد كل شيء ملائم. يعني أنت الآن أمام وضع، حتى الموظفين الموجودين في القضاء في النيابة، هؤلاء معظمهم هذا أصبحوا يعني القضاء، جهاز القضاء يفترض أنه يكون مدني بحت، لكن هذا أصبح مخترق أمنيا ومخترق يعني إنجاز التعبير عسكريا. يعني أصبح يمارس القضاء بلغة العسكرة، يعني ياخذ التوجيهات من فلان ويمشيها بالطريقه الذي. اذا انتم تتخوفوا ربما يعني؟ لا مش تخوف، من القضاء اذا وصلت القضايا الى القضاء ثم وصلت الكره الى معين. نحن نشوف الفعل الثوري والتفاعل الثوري يعني مستمر، ولن يهدأ الناس حتى يعني يتخلصوا من الفاسدين اينما كانوا. وهذا ما يطمح اليه الجميع اليوم. اسمح لنا ان نخرج الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا حول موضوع الفساد في ظل الحكم الرشيد، ملف مطروح على طاولة الحوار الوطني. مشاهدينا ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنسلط الضوء جميعا على مشكلة الفساد التي تهدد حقيقة دولة بأكملها، هي دولة اليمن الحبيب الذي نعيش في ظله. طبعا مشاهدينا وأيضا ضيوفنا الكرام، سنستمع سويا إلى هذا التقرير الذي أجراه، أو الاستطلاع عفوا، الذي يناقش موضوع الفساد وما هو المطلوب من الحوار الوطني من أجل مكافحة الفساد. نتابع سويا هذا الاستطلاع. أنا رأيي أنه يجب محاسبة هيئة مكافحة الفساد، لأن هي الفساد بذاتها نعم لم تقدم للمواطن أي شيء ملموس. نحن سمعنا بأن هناك أربعة أجهزة وأكثر من أربعة أجهزة وهيئات منظمات تعمل لمكافحة الفساد، لم نسمع إلى اليوم لا في الحكومة السابقة ولا في الحكومة الجديدة اللي يقولوا الآن أنها إن شاء الله ستغير الفساد وستحاكم المفسدين، لم نسمع ولا بمحاكمة واحدة وتقديمه إلى العدالة. اليوم الشعب هو من يكافح الفساد بنفسه، ابتداء بإشعاله للثورة وتمسكه بالأهداف، أيضا بأهداف الثورة. هيئة رائعة باسمها، لكن أعمالها على أرض الواقع لم نرها تنتج لنا أي شيء. كم يا فاسدين؟ إلى الآن لم نسمع له أي صوت في هذا الواقع وفي هذه الأيام، ولكننا نأمل منه أن يحسن من أدائه، خاصة في ظل حكومة جديدة ترعى مصالح الناس أولا بخلاف ما كان سابقا. لا نعرف إلا مقرها واسمها، لا شيء جديد تطور. والمشكلة أن هيئة مكافحة الفساد هي معقل الفساد، هو حتى الآن مجرد اسم يذكر، لم يقم بعمله المناط به حتى الآن، فلم يحصل هناك أي شيء يذكر، سواء في عزل الفاسدين أو تكفيف الفساد ومنابعه. هيئة مكافحة الفساد زي أي هيئة حكومية أو مؤسسة حكومية لحد الآن ما قامت يعني بدور المطلوب نتيجة الوضع القائم، يعني الوضع بشكل عام، ولم بعد ما قامت الثورة المفروض أنه يكون فيه إجراءات جديدة وفي حوار وفي كذا لإنشاء يعني لتصحيح الوضع السابق. المؤتمر الوطني من القضايا التي يجب عليه أن يعالجها وهي قضية الفساد. يشكلوا لجنة في مكافحة الفساد، وهذا مطلب ضروري لأن الفساد منتشر في الوطن. أتمنى من مؤتمر الحوار أن ينسى يعني الحزبي والمذهبي والذي، وأنه يكون يعني الهدف الأول في الحوار هو مكافحة الفساد.
علشان نبني الوطن. بالنسبة لقضية الفساد تعتبر قضية متجذرة وأصيلة داخل المجتمع اليمني، وإذا أرادوا أن تنجح قضية الحوار في حل هذه القضية عليهم أن يقدموا جميع المتورطين في قضايا الفساد إلى المحاكمة. هذه عينة واسعة حقيقة من آراء الشارع. أستاذ أحمد، أنت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، سمعت أيضا كثير من الذين ينتقدون ويأخذون على هذه الهيئة ويشكون أن الفساد أيضا هي لم تخلو نفسها من الفساد، ويقولون أن ليس هناك أشياء ملموسة على أرض الواقع، يعولون عليها الكثير، لكن يبدو أن التشاؤم قد غطى غطى على الكل. وعلى كل حال أنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي من الذي ينتقدني، لكن أيضا لي الحق أن أقول أنه ليس بصحيح ما يقال إن الهيئة لم تعمل شيء. هيئة عملت أشياء كبيرة جدا. ولو قاطعتك هنا، مقابل الفساد الكبير الموجود في اليمن، هل عملت شيء؟ طبعا كثير، كثير جدا كثير. يعني فيه عندنا قضايا فقط في هذا العام، أولا بالنسبة للفترة التي مرت وهو العام الذي مر وهو عام الثورة نعتبره، حقيقة كانت الأمور مع الأحداث يعني ضئيلة جدا، لم تأتي إلينا أشياء كثيرة. لكن من بعد الهدوء ومن بعد توقيع تقريبا المبادرة بدأت الأمور وبدأ الناس يتشجعوا كثير جدا. أنا بالنسبة للطرح الذي طرحته بالنسبة للكبار، شوف الكبار هم أذكى مننا بكثير، ما في عندي عليه قضية مرفوعة إلا ما حضر مثلا في مناقصات مطارات، مش عارف إيه، في الميناء، في مثل هذه الأشياء جاءت إلى ما عندنا وأوقفناها، ولم نقدم المسؤولين إلى للمحاكمة كما قلت، لأنه فيه يعني فيه ما يمنع، يعني لا نستطيع أن نحول على الهيئة، لكن لا أبدا أوقفنا الجرم وأوقفنا الاستمرار وهددنا كثير من القضايا حتى الآن فعلا فيه يعني حقيقة. أنا كنت أريد أن أقول أننا بهذا المنطق ربما لا نستطيع أن نعول على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن تقود مكافحة حقيقية للفساد في المرحلة القادمة، خصوصا أنها مكبلة بقيود القوانين الآن، منتظرة حتى تأتيها الملفات إليها. هذا يعني المجتمع اليوم يبحث عن جهة لها مطلق الصلاحية. لا مش هذا، نحن بحاجة إلى قانون أو مادة واحدة فقط، من أين لك هذا؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فعلى الدنيا السلام. ما الذي يمنع هذا السؤال؟ هذا هو الذي غير موجود حتى الآن، لأنه في عندك لا عندك مجلس النواب الآن يعني يقر أشياء مثل هذا. عندنا الآن هنا في هذه النقطة طبعا البنك الدولي، أستاذ أحمد، البنك الدولي يطالب اليمن بتمويل أو بتخويل مكافحة الفساد، سلطة التحقيق، وتعديل قانون مساءلة شاغلي الوظائف العليا. بالضبط هذا ما تحتاج. الآن عندنا مصفوفة متفق عليها مع كل الأطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد، سواء في إدارة الدولة أو في أجهزتها المختلفة، وعندنا مصفوفة الآن مقدمة إلى مجلس الوزراء على أساس إقرارها لإبعاد كل الشوائب التي تقف، بما في ذلك أنه حتى رئيس الدولة هو مواطن، في حالة أن يكون متلبس بجرم أو بتهمة لابد أن يكون هو مواطن. ما في حصان هلا أي فرد في هذه المصفوفة المقدمة الآن، هذه إذا يعني وصلنا إليها ستعطيكم دفعة كبيرة ومجال كبير، حتدي البلد بالكامل. يعني لكم كهيئة أنكم تحاسبوا وتتابعوا بالنسبة لنا احنا طبعا دفعة كبيرة جدا، لكن فقط لست أنا فقط، لكن يعني مسؤول، قد يمكن أي مواطن
يعني عندما يصبح عند هذا القانون من أين لك هذا، قد يكون مدير إدارة أو كذا، قد يذهب إلى المحكمة ممكن رأسا، وما نكون إلا على علم بذلك. عند السؤال لما يكون عند المواطن وهو يعرف جيدا من أين لك هذا، حيكون الوضع مختلف تماما. طيب البعض يسأل أنه هل فعلا يعني لكن ستستمر أكد. هل ستستمر لا الأمور لا في ظل وجود اللجنة الحالية أو الأعضاء الحاليين يا أستاذ أحمد وأنت واحد منهم؟ لا أؤكد ماله؟ طبعا هل سيستمر مسار اللجنة والعمل في الهيئة في ظل وجود الهيئة الحالية؟ هل هي هيئة تستطيع أن تشهد لها أنت بالنزاهة؟ لأن البعض الآن من استطلاعات الرأي العام يقول المشكلة في اللجنة نفسها. المشكلة في الهيئة نفسها نعم. على كل حال قالوا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أي واحد عنده قضية علينا نرجو أن يرفعها، وإحنا لسنا أنبياء ولا ملائكة، قد يمكن عندنا أشياء كثيرة جدا لا نعرفها. ولا عليكم اليمين علينا طبعا ها، ولا يحلفونا يطلعون الجامعة الكبير نطلع نحلف. إذا نسمح لنا نشرك الأستاذ عبد العزيز جباري أستاذ أحمد. أي والله ضروري جدا عبد العزيز. نشرك الأستاذ عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب، ونتساءل ونسأله أيضا عن دور مجلس النواب. أستاذ عبد العزيز، دور مجلس النواب في مكافحة الفساد كهيئة أيضا انتخبت من الشعب ولها دور رقابي، حدثنا عن هذا الدور أستاذ عبد العزيز لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من المفترض أنه مجلس النواب هو الأداة الرقابية الأولى في البلد، يقدم الدستور والقانون، ومن المفترض أن يراقب على أداء الحكومة وأداء الهيئات يعني الموجودة في البلد. لكن يعني الكلام حول الدستور والقانون شيء والواقع شيء آخر. فيه قصور في أداء مجلس النواب في الجانب الرقابي، قصور كبير جدا، بدليل وجود الفساد المستشري في كل أجهزة الدولة. هناك بعض يعني الإطلاعات في بعض القضايا، لكن يعني يظل دور مجلس النواب دور يعني خلال المدة الفترة الماضية لا يرتقي إلى الوضع الذي من يعني أجل وجود هذا المجلس. في إطار كثرة اللجان هذه الأيام التي شكلت لجنة عليا لمكافحة الفساد، مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هيئة مجلس النواب، كثرت الهيئات، لكن ما زال الفساد يعم اليمن. أستاذ عبد العزيز، ما المطلوب من يعني مجلس او الحوار الوطني؟ هل تعتقد انه فعلا سيخرج اليمن من غول الفساد، وبماذا؟ في الحقيقه فيما مضى ليس يعني كان يعني لا توجد هناك اراده سياسيه لمكافحه الفساد، بغض النظر عن وجود مثل هذه المؤسسات ومثل هذه الهيئات. الهيئه الوطنيه العليا لمكافحه الفساد وجدت بناء على رغبة دولية أو رغبة بعض المنظمات والدول المانحة لليمن، لكن تظل يعني لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب. أيضا مجلس النواب في مجال الرقابة مثل ما ذكرت سابقا دورها دور ضعيف. الهيئات والمؤسسات المرئية الأخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو يقوم يعني بغلب تقرير يعمل تقرير ويبعث إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لكن لا يخطط مثل هذه التوصيات ولا تترجم على أرض الواقع. وبالتالي مكافحة الفساد يعني من وجهة نظري أولا يعني يجب أن تكون هناك يعني رغبة وإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، ويجب أن يتعاون جميع المجتمع والمؤسسات والهيئات من أجل القضاء على مثل هذه الآفة التي دمرت يعني البلد في كثير من المؤسسات واستنزفت يعني قدرات البلد وموارده وإمكانياته. فيما مضى كنا نتغنى بأن لدينا مؤسسات ولدينا جهات ولدينا هيئات ولدينا كذا، لكن لا توجد أي يعني مثلا على أرض الواقع عمل مثل هذه المؤسسات، عمل ضعيف جدا. الإرادة السياسية التي ستحدث التغيير وستكافح الفساد أستاذ عبد العزيز، هل ترى أن التغيير الحاصل قبل يعني في ثورة الشباب الشعبية السلمية صنع هذه الإرادة أم أنها لم تصنع بعد؟
عفوا انا لم اسمع السؤال. انا سالت عن، انت اشرت على ان الاراده السياسيه اذا وجدت فسيكون هناك مكافحه حقيقيه للفساد. السؤال هل بعد الثوره الشبابيه الشعبيه السلميه التي حدثت في اليمن وجدت الاراده السياسيه ام انها لم توجد بعد من اجل مكافحه الفساد؟ في تدبيري لم توجد بعد، لان ما يحدث الان يعني كل يعني كان المفترض على يعني من ساروا على الوضع السابق، وكلنا خرجنا من اجل التغيير، ان يعني ان يكون هناك تغيير في ارض الواقع، لكن يبدو ان هناك جهات لا تريد ان يعني ان تكون في خصومه مع احد من اجل كسب انتخابي او ما شابه ذلك، حتى اللي يقال عنها يعني او تستعدي كثير من الجهات. والحقيقه اننا بحاجه الى اراده سياسيه وعمل على ارض الواقع، يعني بعيدا عن الكسب الانتخابي وبعيدا عن الكسب الحزبي. ما يحدث الان في برايي يعني في البلد من فساد من مال العام ومن مال الخاص لا يقل عن ما كان يحدث في السابق. ما لا ليست هناك ليس هناك تغيير. عندما يكون هناك تغيير وعندما تكون هناك يعني جهود على ارض الواقع نستطيع ان نشكر من قبل هذا العمل، لكن حتى الان من وجهه نظري انا لا ارى يعني اي يعني جديه في هذا الجانب، لا من قبل حكومه الوفاق ولا من قبل كثير من الاحزاب التي كانت تنتقد الفساد يعني وكلنا كنا ننتقد الفساد، لكن نريد اجراءات على ارض الواقع. جميل. طبعا الجهات التي تخشى أن يكون لها خصومات مع الأطراف الأخرى نخشى أن تكون لها بالأخير خصومات مع الشعب. الأستاذ عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود إليك أستاذ مهدي تارا، هذا التعليق من الأستاذ عبد العزيز جباري، هو أكد أنه ما فيش جدية في محاربة الفساد خلال الفترة، وعاد اللوم على الحكومة والأحزاب. تعتقد ايضا ان رئيس الجمهوريه يتحمل ايضا مسؤوليه في هذا الجانب؟ انا اشكر من خلالكم الاستاذ عبد العزيز الجباري، واتفق معه فيما قال بالنسبه لمكافحه الفساد بحاجه الى اراده سياسيه، وهو بالفعل بحاجه الى اراده سياسيه، الذي كان حاصل في الماضي ما فيش جديه في محاربه الفساد. اين نجد الاراده السياسيه اليوم؟ المجتمع كله يبحث عن الاراده السياسيه. شوف الاراده السياسيه هو انت لما تنظر ما هو موضوع الفساد، موضوع الفساد الان يعني ممارسات خاطئه من قبل اشخاص يا اما مثلا لابتزاز المال العام، يا اما وظيفه وما يمارسش الوظيفه، يا اما يمارس الرشوة، وهذه بحاجة إلى قرارات إدارية جادة. بأنه مثلا في الجيش الأشخاص الذي لا يداوموا في الجيش هذا يصفوا من كشوفات الجيش خالص. هناك من صرح أيوة. بأن الفساد الموجود أيضا في التربية والتعليم في الصحافة فقط هذه المداخلة. هناك من صرح بأن الفساد الموجود في الجيش لو يعني يمثل ربما ثلثي الفساد الموجود في اليمن. نعم نعم، هذا هذا صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح، لانه تحصل يعني انت تتخيل ان في ناس ضباط وعساكر مغتربين ويستلم المعاش ياخذ له نص ولا 15000. الازدواج الوظيفي ايوه المتكرر. الازدواج الوظيفي، عندك مثلا مدرسين، عندك دكاتره، يعني تحصلوا موظف في منطقه وضابط في ايوه ضابط في مكان ثاني، ولا يشتغل ايضا الجيش في القطاع الخاص او محسوب على الريف وهو جالس في المدينه. الجيش والامن وما زال يستلم ايضا ميزانيه دون بنود ومحددات كما يرى البعض ويعتقد، يعني يستلم الميزانيه كامله من غير تفصيل للاشخاص، وما زال هذا المجال مجهول عند وزاره الماليه نفسها. ايوه يجب انه يكون وزاره الماليه والحكومه يعني موقف، لابد ان يكون في هناك شفافيه، ايش المانع يعني؟ طيب دخلنا في الـ في الـ في الـ في المحور الاخير وقد بدا الوقت يداهمنا اليوم. اقول لك الا ان الفساد في اليمن يعني يمارس بمنهجيه، مثلا ما زال الى الان؟ لا زال لا حتى الان تقدر تقول ان احنا في نقطه استيقاف على اساس ان احنا حول المعالجة الناس. طيب. تعالج، لكن عندك الناس يعني الطرف الآخر يعني يحاول أنه يدفع ويلبسك بالفساد. المحامي مهدي، هذه قضية الفساد اليوم مطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني، مطروحة على الطاولة، وحقيقة مطلوب من مؤتمر الحوار الوطني أن يخرج
أن يخرج اليمن من غول الفساد، هل تعتقد أنه بالأخير بيتم إضافة هيئة جديدة للهيئات السابقة وكأن الأمر لم يكن؟ لا، العبرة ليست بتكثير الهيئات أو الكيانات. ما الذي سيخرج به المؤتمر؟ لا، هي بحاجة إلى اختيار الأكفاء النزهاء، الناس الذين يعني يعملوا من أجل اليمن ومن أجل مصلحة اليمن. لأنه عندما تروح تجيب لك واحد فاسد أو واحد وتمكنه من سلطة أو وظيفة، وأنك اليوم الثاني يعني حارب كيف تتعامل معه؟ أيوة، ينهب وأنت جالس تفرج عليه، ما تقدر حتى تكلمه. طيب، هذه المشكلة عندنا في ولهذا شوف أنا بمناسبة يعني تحدثك عن الحوار، إحنا الحوار ينبغي يعني ما يخص الفساد، أي أن يكون له موقف من الفساد. والفساد الآن الذي نأخذه على الحوار وعلى الثوار وعلى الذين الآن يتجاذبون إلى طاولة الحوار، وأنهم الآن يفسدوا في حقوق الشهداء والجرحى، الناس الذي سقطوا لحد الآن يعني لم يعطوا حقوقهم، لم يمكنوا من حقوقهم، لم يعطوهم، وهذا جزء من الفساد، وهذا يعتبر يعني نوع من أنواع الفساد. طيب، الوقت يعني كيف ضاق علينا وعذرني على المقاطعة، فقا مع دقيقتين كيف أوزعها إن شاء الله خير. أعود إليك أستاذ أحمد لتحدثنا عن موضوع ما المطلوب من المؤتمر، مؤتمر الحوار الوطني. هل مطلوب من مؤتمر الحوار الوطني أن يضيف هيئة بجوار الهيئة؟ يعني معقول الهيئة هذه بتجي تحل كل مشكلات اليمن؟ على كل حال بودي أن أنوه إلى كلمة مهمة جدا تحدثت عنها فيما يتعلق بالجيش والأمن. أنا طبعا نزلت بحث طبعا متعلق بالهيكلة قبل يومين. جميل. يوم الخميس في الجمهورية، وطبعا انت لواء ومتخصص في هذا، طبعا من اجل هذا الموضوع، وهو موضوع كبير جدا. ممكن تشوفه في الجمهورية موجود، وتقريبا من حوالي 3 أو 4، ولعله يكون لنا استضافة لك ايضا في جانب الهيكلة وتدلي يعني ايضا عن هذا الموضوع باسهاب، وكيف يمكن ان يحصل الانسان على كرامته ومرتبه وكذا الى اخره، مش بالشكل القائم الآن. نعود إلى وحتى أنني تعرضت في حديث يعني إيش كان السبب. سبب واحد يعني طبعا القيادات كانت قيادات جاهلة كما تطرق الأخ مهدي. طيب. وتجد عنده كذا كذا، فكان في واحد طالب يعني خريج جامعة فقير بطالة عسكر، فقدم مشروع للقائد، وطبعا القائد لا يقرأ ولا يكتب. قال له بطل الفلسفة، يعني احمد الله وشكره لفينك من الشارع. يعني بالله عليك تصور لما يكون الجندي بهذا الشكل أمام القائد، يعني هذه العقلية ويعامل بهذه. وتذكرت أيضا رد الإمام أحمد لإحدى الوحدات، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلا هذا كان حديث. على كل حال بالنسبة للمؤتمر الوطني المؤتمر الحوار، أنا أتمنى أن يكون له نجاح كبير جدا، وليس المسألة مسألة الفساد، مسألة بناء الدولة، توجهها، كيانها، شروط الشخص الذي حيكون شاغل للمنصب. يعني ما حيكون طبعا الفساد هو جزء لا يتجزأ من مسيرة حياتنا التي مرت بنا تقريبا في العقود الثلاثة الماضية. لكن بالنسبة للحوار أنا أتمنى أن لا يفشل في خطواته، لأنني أرى يعني قد مع أنني كاتب رسالة للرئيس حول هذا الموضوع، يعني القوى الآن راح علينا الوقت الذي كان المفروض أن يكون فيه الحوار جاد. خصوصا عموما أستاذ أحمد، بإذن الله يكون لنا معك لقاء أيضا نتكلم فيه ومع الأستاذ أيضا حول كثير من القضايا، أدركنا الوقت تماما وانتهى. بس لو أترك لكم يعني كلمة واحدة توجهها في نهاية هذه الحلقة. أتمنى بالنسبة لي طبعا أنا أؤمل على الحوار الذي حيكون هو المنقذ والمخرج الوحيد الذي ننتظره في المسلمين. أتمنى على هذا الحوار أن يتم، وأن
يعني أن تكون، والمعول فعلا الآن هو على الرئيس عبد ربه منصور، لأنه كل شيء بيده، القرارات بيده، الفشل إذا شيء ولا حاجة حصل خلاف يعود له عنده. أرجو أن يكون عنده يعني مذبح سياسي وطني واسع بحيث يستوعب المهمة التي نحن قادمين إليها عن طريق الحوار. بإذن الله تكون رسالة وصلت. أستاذ مهدي، أنا كلمتي الأخيرة تجاوز عن الوقت بالطبع. يعني احنا نؤمل كثيرا على مؤتمر الحوار، ونعتبره البوابة الذي ستفتح آفاق جديدة لكل اليمنيين. ورسالتي إلى كل الأحزاب وقيادة الأحزاب على أنهم يختاروا الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والوطنية، ولا تكون أيديهم ملطخة بدماء الناس، ولا ويغلبوا مصلحة الوطن. أيوة، ولا يختاروا من الناس الفاسدين الذين هم معروف، لأنه بيشوه سمعتهم. نعم، سمعة الوطن أيضا. نعم، سيسيء اليوم، سيسيء الوطن. نعم. أشكر في نهاية هذه الحلقة الأستاذ أحمد عبد الرحمن قرحش، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني بالهيئة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر المحامي مهدي تارة، رئيس الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد، أيضا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. مهدي، شكرا لكم على الاستضافة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الفساد ومكافحته ضمن معايير الحكم الرشيد، ملف موضوع على طاولة الحوار الوطني. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الإخوة الذين تابعونا على قناة سوائل الفضائية وفي برنامج على طريق الحوار. لمشاهدة هذه الحلقة وبقية حلقات برنامج على طريق الحوار، زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.